دلوقتي جه ميعادنا مع الاخبار اللي هتحصل النهارده. ابرزها عقد مجلس امناء الحوار الوطني اجتماعين متتاليين هيتم فيهم استعراض جداول الاعمال المقترحه من اجل البدء الفعلي بالجلسات النقاشيه للحوار الوطني. النهارده ايضا اتحاد الكره هيغلق باب القيد الصيفي، والمسؤولين في الجبلايه قالوا ان مفيش اي نيه لمد القيد، والنهارده اخر يوم. بالنسبة للأخبار المهمة اللي هتحصل النهاردة، فمجلس أمناء الحوار الوطني هيعقد اجتماعين متتاليين هما التاسع والعاشر في تاريخ اجتماعات مجلس الأمناء منذ تشكيله، وده هيكون بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب بمدينة 6 أكتوبر. وبتأتي الاجتماعات دي استكمالاً للقاءات التحضيرية واستعراض خطط العمل وجداول الأعمال المقترحة للبدء الفعلي بالجلسات النقاشية للحوار الوطني. النهارده جامعة الأزهر هتقوم بتسكين جميع الطلاب الحاصلين على تقدير عام جيد بجميع الفرق ومختلف الكليات واللي سجلوا على موقع التنسيق الإلكتروني للقبول بالمدن الجامعية. النهارده هيستضيف صالون العمارة والسينما بتنظيم من بيت المعمار المصري التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية مدير التصوير الفنان سعيد شيمي والكاتب والسيناريست بشير الديك في الحلقة الخامسة من السلسلة الشهرية أرواح في المدينة، وده هيكون بقاعة سينما الهناجر بساحة دار الأوبرا المصرية. النهاردة اتحاد الكرة هيغلق باب القيد الصيفي، وأكد مسؤولين في الجبلاية إنه مفيش أي نية لمد القيد عن الموعد اللي تم تحديده.